بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا معهد جراند أونلاين أكاديمي لتعليم اللغة العربية عبر الإنترنت. أنا معلم اللغة العربية في معهد جراند أونلاين أكاديمي. نأخذ فصولا جديدة لتعليم اللغة العربية عبر الإنترنت، وشاركونا آراءكم في التعليقات. أنا اسمي عمر عبد عمر. عنوان هذا الدرس الذي نتحدث عنه اليوم يتحدث عن الوقت أو الساعة. كيف بإمكانك تجيب عن الوقت أو الساعة؟ إذا سألك شخص ما كم الساعة، كيف بإمكانك أن تخبره بكل بساطة؟ ما شاء الله حلقة ومعهدك جراند أونلاين أكاديمي. وحري معلك بحنية كورس اللغة العربية مع عمر عبد عمر. عشر كان بإمكانك إنه ما تقارن أو حكورة مية الوقت أو الساعة. قف عربة بطل عربة توكتا وحلو يا هذي قفك ودي ساعات عشان تقوى ساعات وهم سري بس ساعات سيد وشيء قد هيد مك عشر جيب لي صوح من قاعد عاونيا قاب كيف بس ساعات أفعل بو شيء لين قفك في ذي وانت عوضة يسوى رأسهم فهمة ساعات السوى البو شيء كرا سيارة فوت بو شيء كرا صارت ساعات جيب لي ذي وانت ما رأسته ما رأي هذا رأسته ما رأي هاي كش راحنا يعني نقوله بدقية الوقت ووقتك أو الساعة أم بس ساعات ساعات وإريدا أيوب بالله كم الساعة؟ قف كلويدي ساعات ومستدي ساعات بتساوي أكتي وحتري الساعة ساعات الخامسة تماما وشنتي أو بوراء تماما مع الله استعمالا بوراء شنتي أو بوراء الساعة وساعات عادية عم بس الله ساعة وصدح ساعة الساعة الساعة ساعات الثانية عشر والله بيا تومنك منتصف الليل وبرتميها بينك والله بيا تومنك هبين ويان ساعات دقيقة دقيقة ومحي ومرضة إلى ساعات الساعة ساعات السادسة وحوالي لحدي وأربعة دقائق يا أفر مر هذا شيء ساعات ولحدي أفر مر ثانية ومحي وسكنك سكنك بقي وحكا هري عشرة ثواني تمسكين وحياك هري بيرهدي من الأذان إذا كي صلاة المغرب وحين وقع هري طبعاً سكين تتصومنا إذا كي شوية مركا نصف وما هي وبساعة بركيرة إنها أيض الساعة وساعة التاسعة والنصف وسعالكي يبركي وواسوا ما هي يو وسعالكي يو بركي نصف ربع وما هي ساعة مكافر ما يوضع قيب أنها ربع وشيء تومر أم ربع سيدو تقاني قفا مركا كل ساعة تومر سيدو حق واسع إنها وحوية الساعة ساعة السادسة إلا ربع السادسة إلا ربع والليحذي أولا ربع والليحذي أولا ربع إلا نسوه محي والليحذي أولا والليحذي وحكهري ربع إلا بقى يستمعنا سامركا هذا ذلك الصاد مع الله سوك عبسا صاد على سراعي وحال قولي شنتي وبورا مع الرعاس الصاد أيها أخرى ساعد عربية صاد وحقو شيء يسا أرور نمو يعني يسانت الصباح نمو يسانت قلو نمو سيدو كراسا عريسا شنت الصباح نمو حال صوت الصاد ولو سوك قابية صباح أرور نمو ميم حدي الله صوت شنت الصباح نمو وحلو سوك قابية مساء قلب نمو مركز الصاد وحلو سوك قابية صباح نمو ميم نو حلو سوك قابية مساء قلب نمو. نقرأ هذا الدرس باللغة العربية قبل أن نقرأ باللغة العربية. إنت أنا أطلع عربي أنا كنت المرن معين فهمني ساعته وحوية شنتي أو بورعة سيد الله رسا الخامسة تماما بورعة مركي استماعي سواء شنتي أو بورعة مركي الله يضحي والله بيتم كهبين نمو وحوية منتصف الليل برتميها بينك الساعة الثانية عشر منتصف الليل مركي الله يضحي ساعتها سواء حوية لحدي واحد عفتي أفر مرن بعد استعمال الساعة السادسة وأربعة دقائق ثانية والسكن كي يضرع بقي وحكا هري عشرة ثواني طبعا السكن وحكا هري أيضا كي مبارك الله يضعي بقي عشرة ثواني من الأذان برتماها مارك شيء سعدي وحويا لحدي يباركي تضبضي يباركي مارك بدي دون سيد استعمال الساعة نصف استعمال الساعة إنها الساعة التاسعة والنصف ربع وحوية ساعات شيء تومر رويا مرك الله قيمي أفر ميرود مرك الله وحكا هري لحدي شيء تومر أي لا ضحي مع الله استماريا إلا سنوريا إنها الساعة السادسة إلا ربع صاد وحلو صغابيا صباح أرور نمو ميم نوح لو صغابيا مساء
ساعاتها كان انجلش قرر معاه لو سوق ابي لوس ام اي بي ام. نقرا هذا الدرس باللغه العربيه القراءه السريعه ومبسطه. الوقت او الساعه، كم الساعه؟ شخص ما سالك كم الساعه، تنظر الى الساعه وتقول الساعه الخامسه تماما. الساعه، الساعه الثانية عشر منتصف الليل، حينما يكون الليل منتصف منتصف الليل. دقيقه، الساعة السادسة وأربعة دقائق، الساعة السادسة وأربعة دقائق. ثانية، ثواني الساعة، بقي عشرة ثواني من الأذان. شخصا سألك كم بقي من الأذان، تنظر إلى الساعة وتقول بقي عشرة ثواني من الأذان. نصف، نصف، نصف الساعة، إنها الساعة التاسعة والنصف، إنها الساعة التاسعة والنصف. أخيرا ربع، ربع أو 15 دقيقة تسمى ربع. إنها الساعة، إنها الساعة السابعة إلا ربعا، إنها الساعة السابعة إلا ربعا، أي بقي من الساعة السابعة ربع. مركا إلا معناها بقي من الساعة السابعة إلا ربعا. صاد هي عبارة عن صباح، ميم مختصر مساء. وصلنا إلى ختام هذا الدرس، أتمنى لكم وقتا ممتعا هنا مع معهد جراند أونلاين أكاديمي. أنا معلم اللغة العربية في معهد جراند أونلاين أكاديمي، معي هو عمر عبد عمر. نحن قادرين نفصل اللغة بنطور اللغة العربية اللغة الإنجليزية بيفا فاهينا أبا على كومنتي أركتيا وحد ورسول غايد وطان حلقوص قف قصوة طاوانية وحسو الشيء دونا مجادة جوكتيد أيضا سو الشيء دونا ساعدي إذا بلاف عربي نوغ سو الشيء سوكر حلقوص سوكر أو أنت الاستعمارية سكو صوتي وهي الخردة والنسي حدونا أرضي قفك صوت دوانية ساعدها لكم وصبركم أنه سوكر أنت ساعد أوتا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.